أكدت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النيتشا أن تعامل الولايات المتحدة مع الاحتجاجات المناصرة لغزة داخل الجامعات يكشف عن ازدواجية المعايير الأمريكية نحو القضية الفلسطينية. وقالت النيتشا إن الولايات المتحدة تمارس أعمال عنف وقمع غير مسبوقة على الإطلاق ضد المتظاهرين السلميين المؤيدين للقضية الفلسطينية، ما يكشف عن ازدواجية المعايير الغربية تجاه الأحداث في غزة. وأوضحت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني أن طريقة التعامل مع هذه الاحتجاجات أكدت زيف الادعاءات الأمريكية بأنها المناصر الأول لحرية التعبير عن الرأي واحترام مواثيق حقوق الإنسان. The park is closed. You face arrest. Force will be used to arrest you.